نعم زميلتي، كل التحية لك مرة ثانية ولكل مشاهدي التغيير وللزملاء في غرفة الأخبار. الوضع الأمني في عموم نينوى هو وضع مستقر جدا، حتى على مستوى الحوادث الجنائية. نينوى هي الثانية في العراق بأقل الجرائم بعد محافظة دهوك أو أربيل بحسب آخر الإحصائيات الرسمية. هذا يشير إلى وجود استقرار أمني كبير جدا طوال عام ونصف إلى عامين مرة من الآن. أما فيما يخص الحدود العراقية السورية، كان هنالك إجراءات في الأشهر الماضية أو قبل حتى أكثر من عام بدأت السلطات العراقية بهذه الإجراءات، منها الخندق الطولي الذي يمتد على طول الحدود الإدارية من في نينوى متجها نحو صحراء الأنبار، ويضاف له خط ثاني مانع من الأسلاك الشائكة، ويضاف له خط ثالث وهو الجدار الكونكريتي الذي اكتمل قبل فترة قصيرة. هذه ثلاث خطوط موانع، وبعدها تأتي هنالك ثلاث خطوط صد من قوات حرس الحدود والجيش العراقي وقطاعات الحج الشعبي. أي أن لدينا ثلاث موانع صناعية جهزتها السلطات، وهنالك ثلاث خطوط صد بالإضافة إلى وجود خطوط ساندة مثل المدفعية الثقيلة الموجودة في مناطق غرب نينوى، وهي لفتح خط نار في حال تقدم العدو حتى قبل أن يصل إلى خطوط الصد التي صنعتها السلطات. يوم أمس كان وزير الدفاع وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين في غرب نينوى، عقد اجتماع أمني في عمليات غرب نينوى. كان هنالك تجديد على الإجراءات وعلى المتابعة بالكاميرات الحرارية، ويضاف لها إرسال تعزيزات. أرسلت تعزيزات أيضا يوم أمس لواءين، لواء مشاة ولواء آلي، هي قطعات ساندة للقطعات الموجودة هناك. لدينا الفرقة العشرين موجودة أيضا بالقرب من الحدود وفي غرب نينوى، الفرقة المشاة 15، وأيضا لدينا قطعات الحج الشعبي وعمليات غرب نينوى، بالإضافة إلى الأجهزة الساندة الأخرى. مجلس المحافظة واللجنة الأمنية في مجلس المحافظة عقدت قبل قليل مؤتمر صحفي أكدت فيه أن وضع الحدود مؤمن بشكل كامل. قالت أنه لا مخاوف من أي هجمات، حتى لو حدثت بعض التعرضات هنالك قوة عسكرية وغطاء ناري يمكنه التصدي لأي هجوم. كل الرسائل التي ترسلها السلطات والأجهزة الأمنية بقادتها بمنصاتها الإعلامية تتحدث عن جاهزية كاملة للحدود. ما خدم العراق في هذه الفترة هو أن الاستعدادات لتأمين الحدود كانت تجري منذ عام ونصف أو عامين في صناعة الموانع مثل خطوط الصد التي تحدثت عنها والتجهيز والمدفعية، أي أن الحدود كانت جاهزة لمثل هذا الطارئ. وهذا ما خدم نينوى والأنبار بالدرجة الأساس، هنالك أكثر من 250 كيلومتر هو شريط حدودي إداري لنينوى والأنبار مع سوريا، وهذا الشريط يمتد إلى صحاري وبادية متنامية الأطراف. إذا حدث فيها تسلل من الصعب متابعته داخل هذه الصحاري والمساحات الشاسعة، لذلك كانت الاستراتيجية واضحة بتأمين الحدود بصناعة ثلاثة خطوط صد، نشر القطعات المشتركة لمنع كسر أي خط صد من هذه الخطوط، وتأمين الحدود بشكل كامل. عموما يعني نينوى تشهد وضع مستقر، الوضع حتى وضع المنظومة الأمنية والعسكرية بحسب المهتمين بهذا الشأن يقولون أن الوضع مختلف جذريا عما كان عليه في سنوات سابقة في عام 2014 وما قبله. يعني كل الوضع مختلف. لا ننسى أن حتى يعني المحللين تحدثوا عن أن القوة الجوية وسلاح الجو هو مختلف عما كان عليه. هنالك الكثير من نقاط القوة التي هي من صالح الجانب العراقي. أيضا هنالك مهتمون بالشأن السياسي، أساتذة في العلوم السياسية أكدوا يوم أمس أن الصراع هو في داخل سوريا وفي الشأن السوري، والأطراف التي تخوض المعارك هناك لا مصلحة لها بالدخول، لكن العراق يخشى من استغلال هذا الارتباك الأمني في تسلل المجاميع الإرهابية. وهذا ما جعل السلطات والحكومة العراقية تتخذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لمنع تسلل المجاميع الإرهابية، وليست المجاميع التي تخوض الصراع فيما بينها في العمق السوري. نعم، مراسل التغيير في نينوى محمود الجماس، شكرا جزيلا لك.